توجد المعتقل هيثم العربي. هيثم العربي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، ومن أحد من تأكد عليه حكم الإعدام قبل يومين. مراته النهاردة نشرت هذه الرسالة، وياريت كده لو نحطها على الشاشة عشان نقراها للناس مع بعض. بتقول إن زوجها الذي لم يستطيع كتابة هذه الكلمات إلا في دقائق معدودة بعد سماعه الحكم، قال بقى أنا ما وريش حاجة غير المصحف والرسائل، هكتب كتب علشان تلاقي حاجة تعيشي عليها. إيه يا مام روقي بالك، والله لن يضيرنا بحبك قوي، والله لن يضيرنا بحبك قوي قوي. كان نفسي تشوفي هيثم بعد التعديل، كان نفسي أعوضك عن سنين كان فيها مر كتير، كان نفسي أعيشك ملكة، بس والله والله لتعيشي ملكة في جنة عرضها السماوات والأرض بتاعتك لوحدك. أشهد الله أشهدك يا ربي أني راضي عنها فرضي عنها يا رب، فرضى عنها يا رب، راضي عنها فرضى عنها. كلام هيثم العربي لزوجته بعد تأكيد حكم الإعدام عليه. يعني مش عارف، هذا الثبات على الحق، الثبات على القول، والثبات على المبدأ، الثبات على القضية اللي بيضربوا كل يوم المعتقلين. معتقل محكوم عليه بالإعدام، ربما يعني لا قدر الله بينه وبين المشنقة ساعات أو أيام أو خطوات، لكنه ثابت يتغزل في زوجته، يعلن لها حبه، يقول أنه ثابت يحبها، يشهد الله أنه يحبها. على النقيض تلاقي ناس أحرار بتوديهم عربية وبتجيبهم عربية، عايشين في حياتهم وفي فيلالهم وعربياتهم، يروحوا المحكمة يعملوا زي ما عمل محمد حسين يعقوب قبل يومين. خلينا كده نشوف رد زوجة المعتقل هيثم العربي بعد هذه الكلمات. حطولنا كده يا شباب البوست اللي هي كتبته. إسراء عبد الرحمن بتقول من امبارح مش قادرة أقرأ جواب هيثم ولا أمسكه في إيدي، يدوب قريت كلمتين اطمنت عليه فيهم، خصوصا انه ملحقش يكتب في الوقت القليل اللي بين الزياره وبين معرفته الخبر. ماسك الجواب دلوقتي ولقيت عيني وقعت على السطرين دول. حد عارف احنا هنصحى من الكابوس ده امتى؟ هو معقول بعد 3 سنين نصحى على اعدام؟ طبعا السطرين اللي بتتكلم عنهم هم اللي اتعرضوا قبل كده. هو بيقول لها انا هكتب كتب وانا بحبك وراضي عنك.